مثل ما تشوفون زوجها عصبي وتسع سنين متزوجة وعندها عيال وعصبي بشكل عجيب، ولما يقوم من نوبة الغضب هذه يعتذر ويقول أنا آسف وكذا. وفعلا أنا فهمت أنه ريال زين لكن عنده نوبات غضب، وأنا تعبت من هالموضوع وكل مرة يعتذر وكل مرة يعتذر. شو أسوي؟ أنفصل؟ لا لا تنفصلين، لكن هو الريال يجب أن يخضع لجلسات اللي هي anger management اللي هي التحكم بالغضب ضروري، رسميا يعني جلسات رسمية تكون نعرف ليش هذا الغضب جاي، ليش هو كذلك، من وين جاي، شو الحلول اللي ممكن يستخدمها بحيث انه يوقف. ما في شيء اسمه بطبع ميوز عن طبعه، في اطباع متأصلة وفي اطباع ممكن تخفيفها وفي اطباع ممكن تغييرها وفي اطباع يعني مثل ما قلنا متأصلة ما تتغير، يعني صعبة تتغير. بس الغضب من الاطباع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، معناته هذا الطبع بالذات ممكن يتغير بإذن الرحمن إذا هو يبغى.